بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما خدنا التشيك بوكس هناخد الراديو باتن. الراديو باتن طبعا ده الفيو اللي هو كنت عامل بيه الخط، خدت منه كابي وعملت فيو، عملت بيست، هخليه لاين فيو 2 مثلا، والاولاني يبقى لاين فيو 1 عشان اعمل بس فاصل عشان ابدا اشتغل الحاجات اللي على الكنترولز التاني. فانا هشتغل على كنترول ايه الكنترول اللي هشتغل عليه المره دي اسمه الراديو باتن. الريديو باتن وضعه مختلف شويه عن التشيك بوكس، واسلوبه مختلف، اسلوب عمله، تفكيره، اليو اكس بتاعته، ان انت بتعلم على شيء خلاص. يعني لما يكون عندنا اكتر من اختيار وانت المفترض تختار حاجه واحده، بنشتغل بحاجه اسمها ريديو باتن. في نفس الوقت لما يعني هنشوف في كذا حاله، لانه لما يكون مع جروب بيبقى ليه وضع، ولما يكون منفصل بيبقى ليه وضع تاني. فانا جبت راديو باتن وجبت راديو باتن تاني. خليكم الفكره، انا ما عملتش راديو باتن جروب، انا عملت راديو باتن بس، وخليت ده راديو باتن 1 وده راديو باتن 2 وخلاص. عايز اوريكم الفرق ما بينهم في العرض. خد بالكم ما فيش جروب يلمهم، فكل باتن بالنسبه لي باتن منفصل تماما عن الاخر. لما بعلم على التاني بيتعلم عليه، الاولاني خلاص ما بعرفش ارجع في قراري، مش زي التشيك بوكس. تمام؟ طبعا مش ده مش الغالب الاستخدام، الغالب الاستخدام لما بنحطهم جوه راديو جروب، لما احطهم جوه راديو جروب. فانا هجيب لينير لي اوت هوريزونتال عشان احطهم جنب بعض. تمام؟ هجيبها الاول احطها. تمام، هتلاقيها اتوجدت في الاكس ام ال، اتوجدت مرتين ماشي عشان ما بتبانش. وقمت جايب جواها راديو باتن تكست وتكست فيو عشان اظهر انا عايز اعمل ايه. حلو، وهكتب جواه مثلا الجندر، مثلا ان هو يا ميل يا فيميل. فالجندر عشان يبقى ميل او فيميل هيبقى راديو باتن، لانه هيختار واحد من اختيارين، مش زي التشيك بوكس فعايش يختار الاثنين. فهون جايب ايه؟ جايب راديو باتن جروب، قمت حاطه، ما ظهرش اي حاجه خالص زي ما احنا شايفين، او اتحط فوق بس برضه ما ظهرش حاجه، يعني بره اللينير لي اوت. انا هحطه جوه اللينير لي اوت بالتكست فيو اصلا، الاثنين طالعين بره اللينير لي اوت. بيست. تمام، ادي الاثنين هم التكست فيو والراديو جروب، الاثنين جوه اللينير لي اوت ماتش بيرنت، اما الهايت بتاعه على قد الكونتنت. ماشي، بقى موجود في جروب، واحط جوه الجروب راديو باتنز بقى. تمام، ادي راديو باتن وادي راديو باتن تاني اتحط تحتيه، عشان احنا مفترض نحدد للراديو جروب ان هو هوريزونتال مش بس اللينير، لان الراديو جروب ذات نفسه اللي محطوط جواه الباتنز دول دلوقتي لازم له ظبط ان هو يبقى هوريزونتال. تمام، لان يعني غير اللينير لاي اوت. على العموم انا عايز اتاكد ان انا واقف جوه الراديو جروب. تمام، اقول له الاورينتيشن، هل على هوريزونتال ولا فيرتيكال؟ قلت له هوريزونتال. تمام، اختفى. قد يكون عشان البعد بتاعهم، عشان مش عامل لهم راب كونتنت، فكلهم زقوا بعض، الاثنين باتنز زقوا بعض. فحط على الراديو باتن الاولاني في ان هو ادي اهو الويدث واخد ماتش. ماشي، طبعا هكتب على الاولاني ميل واكتب على الثاني ايه؟ فيميل، يعني ذكر وانس. والويدث بقى اخليه راب كونتنت، والويدث خليه راب كونتنت عشان يجوا جنب بعض. فلما اجي اشوفه كده، ايوه بعمله في ميل. ممكن اخلي واحد منهم الديفولت بتاعه تشيكت، يعني الديفولت بتاعه مثلا على حسب فقلت له تشيكت مثلا، الميل تشيكت مثلا. خلاص، الاثنين دول جروب واحد، طالما جروب واحد يبقى لازم يكون اختيار واحد من المتعدد. دي معنى يعني يختار ميل، يختار في ميل، يختار لو انت حاطط كذا اختيار، يعني يختار فوتبول مثلا، لو انت تقول له فيفرت سبورت في فوتبول مثلا او باسكت بول او مش عارف ايه، ففي الاخر يختار حاجه واحده. لكن لو ينفع يختار اكتر من حاجه بنحط له تشيك بوكس. فسميت الراديو باتن الاولاني ميل راديو باتن، وهسمي الراديو باتن الثاني في ميل راديو باتن عشان ابدا اشتغل عليه واشوف بقى. اقول لك ازاي القط هو مختار ميل ولا في ميل، هو ميل ولا في ميل، واختار ايه اليوزر بحيث نبقى عارفين. والراديو باتن جروب بتاعي بكره اسميه برضه، انا ممكن اشتغل عليه، هسميه جندر خلاص راديو جروب. يبقى عندي جندر راديو جروب، وعندي ميل راديو باتن، وعندي في ميل راديو باتن. لما يجي نعمل ران كده اهو، لما طبعا بتعلم على راديو باتن منهم بيسيب التاني
غير لما يكونوا هما منفصلين مش جوه ايه راديو جروب. نشوف برمجتهم مع بعض ان شاء الله.